ومن فخر هذا الشهيد شرف البحرين حسين أن في شهادته تم رفع أعلام أهل البيت، لأنها أعلام الحق، أعلام القدوم القادم لإمام العصر. نحن لسنا ثورة طائفية، ولكن أهل البيت هم مشروع نجاة العالم، وليس مشروع نجاة حتى الشيعة ولا المسلمين. مشروع أهل البيت والإمام القادم مشروع تحرير العالم. فكيف نقول لمن يرفع رايات أهل البيت ورايات الحسين أنه طائفي؟ هل الإمام المهدي والعياذ بالله رجل طائفي أم رجل تحرير للعالم؟ فلترتفع رايات أهل البيت في البحرين، وكفى بها شرفا ومجدا لنا، وليخسأ العلم الخليفي فلا يقام له كما كان أولئك الأبطال في العتر بالأمس، حينما لم يسمحوا لعلم العمالة والاحتلال البريطاني الخليفي بأن يرفع. وإن حدث ما حدث من قبل وتم التصحيح، لا يقال أن الشهداء من قبل قد وضع عليهم هذا العلم. حدث ذلك تسامحا، الآن بدأ عهد التصحيح. ليس من حق أحد كائنا من كان أن يوجه الثورة بأهداف حزبية، إنما الثورة قرآنية حسينية.